طقوس ماسونية وخطر على الأسرة وجماعة كافرة، افتراءات وحقائق عن القبيسيات. القبيسيات من هن؟ اتهمنا بالضلال والكفر، قيل إنهن ماسونيات، جماعة سرية ومنغلقة على نفسها، لديهن طقوس غريبة لا علاقة لهن في السياسة، وأيدنا الأسد. القبيسيات حقيقة الجماعة السرية. التسمية والجذور. بعد حرب حافظ الأسد على الجماعات الدينية في سوريا، نشأت جماعات سرية تزاول عملها بالخفية. واحدة من هذه الجماعات انطلقت في السبعينات ولقت انتشاراً في الثمانينات، تدعى القبيسيات بدعوة من منيرة القبيسي التي ترتبط التسمية بها، وهي سورية ولدت في دمشق عام 1933 وتلميذة المفتي السابق أحمد كفتارو الصوفي الهوى والنقشبندي الطريقة. وقامت دعوة منيرة على نوع من السرية اقتصرت على الطبقة الغنية في دمشق بداية. الطقوس. تضمنت طقوس القبيسيات نوعاً من التمييز في اللباس والأذكار والمراجع، فهن يرتدين زياً موحداً تقريباً يختلف فيه لون غطاء الرأس تبعاً للدرجة المنتمية للجماعة. فالطبقة الإدارية تعرف بالحجات، أما المسؤولات عن تنفيذ الخطط والاستقطاب يعرفن بالآنسات، والطبقة الأخيرة هن الطالبات. وكلما كان لون غطاء الرأس غامقاً أكثر كانت درجة المنتمية أعلى، ويعرفن القبيسيات بتبجيل علماء الصوفية كابن عربي والحلاج، وتقوم دروسهن على تحفيظ القرآن والذكر والابتهال. وللآنسة تقدير رفيع يصل إلى حد التقديس أحياناً، فمن الاتهامات ما يقال أنهن يقبلن قدمها ويتخذنها وسيطاً يتقربن بها لله تعالى. الانتشار والتوسع. تتضارب أرقام عدد المنتسبات لهذه الجماعة، لكن التقديرات تتراوح بين 100,000 و150,000 يتوزعن في سوريا والدول المجاورة. ففي لبنان بات اسمهن السحريات نسبة لشيختهن سحر الحلبي، وفي الأردن سمين بالطباعيات نسبة إلى معلمتهن فادية الطباع، وفي الكويت يطلق عليهن بنات البيادر نسبة لأولى الجمعيات التي تأسست لهن بالكويت عام 1981. وقد شاركت عدة أسماء في نشر دعوة منيرة القبيسي، على رأسهن أميرة جبريل شقيقة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل، وإليها يعود الفضل بنقل الدعوة للبنان والكويت. كما لاقت دعوتهن انتشاراً لافتاً مؤخراً في تركيا، تحديداً بين النساء السوريات هناك، حيث وجدنا أرضاً خصبة لهن في تركيا التي يحكمها حزب إسلامي. الموقف السياسي. بعد أن دام حظر النظام السوري للعمل الدعوي سنوات طويلة، سمح عام 2006 بعمل القبيسيات، ما جعلهن أقرب للنظام بالرغم من عدم اقترابهن من العمل السياسي. وقد لاقت حركتهن هجوماً من أطراف عديدة من المجتمع السوري نفسه، فقد اتهم المخرج نجدة أنزور بالإساءة لهن بمسلسله ما ملكت أيمانكم، ورد عليه حينها البوطي الذي عرف عنه دعمه للقبيسيات. ومع اندلاع الثورة عام 2011 لم يظهر أي موقف لهن في البداية، لكن فيما بعد خرجن مع بشار في لقاء في قصره في حين انشقت جماعة منهن تحت اسم حرائر القبيسيات وأيدنا الثورة. ولاحقاً ظهر تأييد المقيمات في سوريا تحديداً أكثر للأسد، لدرجة تعيين إحداهن بمنصب معاون لوزير الأوقاف، ما دفع مقربين من النظام للقول إن سوريا تتجه نحو الأسلمة والتحول لدولة دينية. ما رأيك بهذه الجماعة؟ وهل ترى أنهن من صنيعة الأسد أم هي دعوة دينية خالصة؟